هلو، جولة بقى سريعة كده يا جماعة عند الفيلا بتاعت بي 3. أظن هي قدام بي 3 على طول، يعني هي عند البي جي. خلينا نشوف إيه الجديد، بس أنا عندي بسرعة كده عشان إيه الدنيا تمشي كده أحسن، ولا تمشي كده مش كده؟ يلا بس يا جماعة نزلنا واخدين الفيو بتاعنا. الجو النهارده لطيف. اخيرا الدنيا بدات تظبط شويه. كان بقى لها كذا يوم الجو حر قوي، بس احنا خلاص الدنيا ظبطت النهارده الحمد لله. الفلوج هيكون سريع، ما فيهوش. كنا عايزين بصراحه نروح عند ناحيه الليكس الثاني، الجزء الثاني احنا ما رحناهوش، بس لو قدرنا نجيبه، لو الشمس ما راحتش هنظبط الدنيا، عشان زي ما انتم شايفين الشمس خلاص بالظبط. قلنا برضو ان احنا ما جبناش المره اللي فاتت ديتيلز الفيلا اللي جبناها. وعلى فكره دي برضو الديزاين حلو جدا، انا بصراحه بحبها. بس جميله يعني هي لو الفيلا اللي في النص هي بتطل على البي 3، عمارات البي 3، وبتطل على الناحيه الثانيه اللي هي الفيلا اللي هي المختصه بتاعت الليك اللي فاكرينها. اوكي. فالديزاين زي ما انتم شايفين كده، انا بصراحه زي ما شايفين يا جماعه الفيلا شكلها بالظبط، يعني لطيفه. مساحات مش كبيره قوي، بس في نفس الوقت شكلها حلو، يعني ممكن في الاريا بتلعب مثلا من 300 ل 400، وفي حاجات منها سامي اتاج، وفي حاجات ستاند الون زي ما انتم شايفين شكلها عامل كده. في حاجات كتير لطيفه زي كده برضو، وبرده واللون بتاعها برضو اللي هو مختلف شويه كده اللي هو السيموني، بس الدنيا لطيفه. والناحيه الثانيه طبعا اللي هي المساحات الكبيره اللي انتوا عارفينها اللي احنا صورناها قبل كده. خلينا ننطلق. احنا اتجاهنا دلوقتي احنا كده على اللاين اللي هو قدام العمارات بتاعت بي 3، تمام؟ ودي هتكون قدامها كل الفيلا اللي هي المساحات اللي انتوا شايفينها الالوان دي. في برضو مساحات تانية اللي هي ناحيه المودرن. المودرن برضو هي فيه مساحات تانية مختلفه. بس خلينا بس ايه نجري شويه هنا شو ما نبقى نحلله بعد كده. سان اللي هو هنا ده فجميل، يعني زي ما انتم شايفين الساحات اللي هي بالشكل ده دي ستاند الون مثلا هتعمل لها زي 300 وحاجه 400 حاجه متر مربع. بس هو تقسيمه الجنون لطيفه. الدنيا دي من احلى حاجه بقى، الدنيا واسعه تاني فيلا اللي صورناها اللي هي كانت عند الاوبن ولا اللي عند الفور سيزون؟ لا فور سيزون نفسها اللي هي كانت صغيره ساعتها شويه، وكانت اللي هي كانت اتجاه ناحيه الفور سيزون نفسها دي. هنا الديزاين مختلف شويه واحلى بالظبط من وجهه نظري زي ما انتم شايفين، والدنيا اوسع، والجرين مغطيه حلو قوي، فدي حاجه حلوه. ودي اللي نهايتها برده يا جماعه عند الفيلا المودرن اللي هي كلها ناحيه الساوث بارك. ايوه بالظبط، لو خلصنا كده ودخلنا هندخل على اللي هي ناحيه الساوث بارك نفسها. بس فدي برضو زي ما انتم شايفين في هنا وايت جاردن، الوايت جاردن ده فيه برضو فالاريا شكلها في حاجات كتير لطيفه، وفي نفس الوقت في كمان انا شايف يعني التنوع هنا مختلف شويه بالظبط. دي كمان اللي هي الجديده شويه، مش كمان القديمه قوي، في حاجات لا دي تعتبر الجديده دي اللي هي كانت بالظبط بعد
لما خلصت اللي هي بعد الليكس وبعد كده طلعت عند اللي هي كانت ناحيه قدام البي 3 على طول يعني، فاختلافها لطيف. احنا لو دخلنا كده هنلف بالظبط، هنطلع تاني على البر. ف الدنيا هنا لطيفة زي ما انتم شايفين. اصوات الطيور الرائعة. ايوه. والديزاين بقى العادي. انا صراحة بحب الديزاين. يعني لو عدلنا الديزاين اللي احنا عجبتنا فاللي هي كانت ورا الفور سيزون على طول. بالظبط. هي اللي كانت حلوة. والليك. اها. والبيسري. البيسري بالظبط. I believe ان احنا ممكن نلحق الجزء بتاع الليك. يعني لا، عشان انا حاسس ان احنا كده قريبين منه. ممكن دبل تشيك كده لو احنا قريبين. مش قريبين خالص. هو ده. بس ممكن ندخله من اول هنا على فكرة. انا هندخل من اول هنا نبدأ ماشيين كل ده. انا بس عايز اجيبها عشان هعيد. بس شكل الدنيا كويسة. اه لا ليه؟ انا شايف كويس. مش سريعة قوي، الدنيا لطيفة يعني. اوكي يا رب. هو يا جماعة الفلوجز اللي فاتت تكون عجبتكم. انا حاسس ان مفيش تفاعل قوي على الفلوجز اللي احنا بنتكلم فيها بتاعت ال بتاعت السفريات. بس ميبي عشان الدنيا كانت ضلمة شوية فالموضوع مش لطيف. احنا هنكمل في فلوجز تانية، فخلينا نشوف الجديد. عارفين ان انتوا بتحبوا الوقت واحنا كمان بنحبه. اه طبعا. عايزين نشوفوا حاجات جديده فعشان كده الدنيا مختلفه شويه. فخلينا معاكم يعني. بس في حاجات مختلفه. اها. بص الديزاين هنا بالزاويه لطيفه جدا. دي برضو التايبس اللي هنقول لكم عليها اللي هي مساحتها اصغر شوية. في تايبس مثلا تبقى، بس انا شايف ان كل التايبس اللي هنا مساحتها مش اكبر من كده. بس يعني هي دي مش تويتس؟ لا دي مش سيمي اتاش، دي اللي هي ستاند الون برضو، بس المساحة بتاعتها اللي هي مثلا الافريج بين حاجة و 300 وحاجة 400، كل ده برضو ستاند الون، بس هي واخدة سايد شوية، مش واسعة قوي وانتي داخلة، فالدنيا بتكون مختلفة. بس غير اللي هنا طبعا، غير المساحات الكبيرة دي كلها. ايوه ما هو مش عشان لا عشان دي من السايد بس، لان هي وانس ان هي لو من الفرونت الدنيا هتختلف بالظبط يعني. بس التانية اللي انتي بتشوفيها قدام ناحية اللي هو مثلا عندنا ناحيه كده البي 1 او حاجه، بتلاقيها اصلا هي سيمي اتاش. تمام. والسيمي اتاش دي اصلا بيكون فيها اللي هو المساحتين الصغيرين. ايوه بالظبط. ف نزلنا نستكشف الجديد. وطبعا شكل الجو لسه ممكن بقى شيري ندخل في الجزء اللي هو من هنا. ندخل الجزء اللي هو هنا نكمل زي ما احنا. ليه؟ لا ناخد اول لاين بتاعنا من هنا ونكمل جوه. شيل ليست، احنا عايزين ده، عايزين ده واحد بعيد اصلا بجد. مين يعملوا كده؟ ودي تايب تايبس كبيره يا جماعه زي ما انتم شايفين. تايبس اللي هنا اظن الجو النهارده احسن شويه. هو احسن. بس هنا تحسي ال تحسي هنا برضه الرطوبه عاليه شويه. ايه دي مشكله. مش الجو برضه لسه محرر يا جماعه يعني الدنيا. حتى لو 36 بس شكل الرطوبه عاليه قوي اليومين دول، فالموضوع مختلف شويه. هي الاجواء عالميه بصراحه، بس عندنا شده حيلها شويه. فخلينا نشوف ايه جديد. زي ما انتم شايفين السايد ده
ايه هنكمل زي ما احنا؟ يس. انا شايف لو فضلنا مكملين بنفس الطريق ده هيبقى احسن. احنا نكمل بدل ما ندخل كده او كده. لا 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 بس انا خايف في الجزء بتاع الليكس ان احنا لو كملنا زي ما انت كنت شايفه هيبقى ده اسرع بدل ما نطلع من الناحيه الثانيه ونلف الزون دي كلها فهتبقى كتير يعني. خالص والله والله ابدا مش زي ما انت متخيل. ليه ورد؟ بعدين الاضاءه. ليه الاضاءه الدنيا كويسه. ماشي يعني خلاص اول تمام. ايوه بس هندخل من هنا. تمام. يعني هقول لك الحاجه انا بفكر ادخل كده واجيب حته من المود. فعلا؟ يس. انا حاسسها ماشي. اهو ورا المنال. خلاص خلينا نكمل اتجاهنا شويه عند ال المودرن. هي اللي هتلاقيها عند فين؟ انت فين اصلا؟ المودرن هي هتلاقيها عند الجزء بتاع بتاع الحزانات. بص المكان ده اول برضه بص هنا اللي زمان يعني استني لا الدنيا حلوه يا شيري ممكن على فكره جديد. انت عايز تاخد شورت كات سريع شكلك؟ لا خالص انا مش عايزاها خلاص هتلاقي شكلها خلينا مكملين. دول بقى يا جماعه اللي هم السيمي اتاجد. دول السيمي اتاجد كلها هنا يا اثنين. يا ست لا ما بيبانوا يا شيري اصلا هم باين قوي ان هم بالظبط. لا 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 هم شكلهم باين السيمي بيبان. طب الستاند الون بتبقى مختلفه شويه. لا زلنا متجهين في جولة سريعة في أنحاء الفيجي فيلا اللي هي قدام دي 3 على طول. خليكم معنا. شيري فرصتك قدامك اختيارك. ماشي اوكي فعلا؟ ايه ده خلاص فعلا صح. خلاص يا جماعة احنا كنا اوريدي عايزين نجيب لكم الجزء اللي هو عند الليك والجولف بس احنا زي ما انتم شايفين الشمس خلاص في النهايه عايزين تكون الدنيا كل مره بتقول حاجه بنكتشف حاجه ثانيه منوره احسن زي ما انتم شايفين برضو التايب بتاعت الفيلا دي. يعني بص اوكي انا ماشي اها هندخل كده هندخل كده وكده هي المودرن مش فاكر. صح صح انت صح ايوه صح سمعت اي حاجه؟ ايوه انا معلمها من 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 الخزانات تحت المايه. هنغني كده عشان ده نازله هتلاقي كل حد جاي. دول ستاند الون برضه يا جماعه. الديزاين فدول جمال لطيف ده من التايبس اللي هي الحلوه برضو اللي انا بتعجبني قوي بصراحه. جي في مجموعه جي في 15 دي التايبس بتاعتها حلوه شكل ال بصراحه و ده هناك ده هو لو كملنا على طول كده هنوصل للفورتيكو. برضو اللي هي تقسيمتها حلوه قوي والديزاين بتاعها كده اللي هي المودرن شويه. لا مش مودرن كلاسيك برضو بس بطريقه لطيفه. يعني شايفين يا جماعه التايب بتاع الفيلا اهو شياكة بصراحة. طب كويس لطيف ايوه مختلف مختلف. دي السيمي بقى كده انت في السيمي خلاص ده كده السيمي بدل ما هم مع بعض دول السيمي بقى. اوكي دول دي السيمي اتاش دي يا جماعه واللي ورا اللي كانت ستاند الون. احنا نزلنا متجهين في نص الشارع بس احنا مكملين مكملين ومش عارفين يعني هنروح على فين. في تايب هناك برضو بس الالوان بتاعته مختلفه شويه. بس ده احنا طلعنا بره خالص هنلاقي نفسنا على البيسري. قصدك لو احنا كملنا لو احنا كملنا هنا فين لو احنا كملنا الجزء اللي بره خالص هنطلع على مرات عتيق شهري ولا ناحيه ساوث بارك وكده؟ برضه
كده بقى كده ممكن يكون هو الجزء اللي هو عند المودرن دي، الفيلا بتاع المودرن دي، واحنا مشينا كده على طول ولا ايه؟ ما يبص انا بكتشف. اوكي يعني هو يعني هي لطيفه مش ماشي. لو حتى لو احنا مثلا مشينا او لفينا كده الصراحة. لو انت خدتي راوند كده هيبقى زي من هنا ولا لا خلي ده كده هناك. اوكي ده اللي هو بص ده كده لو هنلاقيه في ودي الباصص يا جماعه اللي بتنقل برضو الناس جوه الاريا بتاعت الفيلا. اوكي هي كده ده فور سيزون. بس يعني انا متخيلتش ان في شارع رئيسي بتكوني على فيلا البي 3 بالمنظر ده. وبص حتى هنا الميدان يعني هو ده خدعني. احنا ممكن ناخد راوند في الميدان ده كله كده يا شباب. اوكي يلا بينا يلا بينا. هنعدي يا جماعه تعديه سريعه. ايوه تعديه مخيفه اتجاهنا ناحيه الميدان. اجري. صدقي هناك اصلا ال الاريا اللي هناك دي كلها اللي انا حاسس ممكن تكون بقيه ال سانسيت بليس. والسانسيت اهو هناك. هتودينا على الفور سيزون. لو تفتكروا ان احنا عملناها قبل كده بس ده بقى يبقى المربع اللي جاي من ده. ده من الديزاينز الحلوه كده بس احنا قاعدين اهو وبعدين احنا هنا انت متخيل هيودينا على فين؟ مش عارف تصدق؟ غيرنا شويه. كده بقى الفيو يا جماعه هنا لطيف جدا مع الميدان اللي هو بتاع الفيلا ده شيك قوي. برضه ستيل سيمي افتشد قدامنا اهو. هنا في فيلا سيزو وفي حاجات هنا يا جماعه عاليه شويه. حاسس في حاجات فيلا الاعلى. الحاجات بتبقى العاليه دي بتبقى لطيفه. هي فعلا شيري كويس ان احنا لحقنا السانسيت. خلاص السانسيت فعلا خلاص في اخر دي حاجات كده يعني لحقناها بسرعه بصراحه. بالظبط يعني ما كناش عايزين نتاخر عليك. الدنيا لطيفه. هناخد بس فلوج سريع كده نجيب فيه بدل كتيره هنا اصلا ما شفناهاش قبل كده ومساحتها لطيفه. انا بسميها بصراحه اللي هي البلاد اللي بتطلع على البيستري. هي فعلا اللي هي ناحيه قريبه جدا من الساوث بارك. اللي هي ناحيه الساوث بارك يا جماعه بتبص على الفيجي فيلا الثانية اللي هي عند الليكس. احنا بس بنحاول نعدي عشان ايه كله بيجري هنا بسرعة. يلا بينا بس والسانسيت اهو عشان نشري في اللانش. طب يا شيري يعني والله مش لطيف. شفت بقى مش سيء. لا والله وفي نفس الوقت خلينا بقى نمشي في النص احسن عشان ايه ونطلع فوق. يعني انا شايفه اصلا يعني يعتبر كويس وفي نفس الوقت في فيلا تانيه مساحتها حلوه وشكلها حلو. خلي بالك في حاجات كتير هنا اصلا شاري الديزاين بتاعها مختلف عن الحتت اللي هي عند يعني بصي شايف هنا الديزاين زي مختلفه بحلوه بس يعني حتى هي سيمي اتاشت بس الديزاين بتاعها مختلف ولطيف. مختلف لطيف بالظبط. ففي حاجات كتير حلوه هي المسدسه دي يعني عن مختلف هنا عن الستاند الاون ده. فالدنيا حلوه فاكتشاف لطيف. لو جينا ركزنا يا جماعه على كل الفيلا اللي على بصوا يا جماعه الفيلا اللي هي في الجزء اليمين ده هي الاختلاف في جزء كده المفاجاه. هي سامي اتاش كل حاجه بس في كده فرق في الديزاين شويه عن الستاند الون نفسها. بس هي عامه جميله برضو والشارع برضو واسع. بالظبط. فدي حاجه اعتقد يا جماعه دوت اخره طلعنا على ماكدونالدز ساوث بارك. طب كده احنا ممكن نعدي على الفيلا اللي هي المودرن. اوسكار وريني كده اهو. بص احنا ماشيين اهو بس يا جماعه دي الماكس بتاعنا حاليا احنا. اوكي هيطلعنا على اوسكار عند ساوث بارك.
فدي حاجه حلوه مش وحشه. تمام. بالعكس احنا بص الديزاين. لا لا تمام تمام. لا انا كل مره يا جماعه بنبقى مخططين نعمل حاجه بنكتشف حاجه جديده اصلا. طب كويس يا جماعه، بس دي حاجه حلوه. خلينا برضو انا بس عشان الدنيا كانت هتليل والشمس مش بتبقى احلى حاجه في الشمس لما بتغيب، الاضاءه مش بتبقى احلى حاجه في التصوير. فاي هوب ان الاضاءه تكون حلوه المره دي. انا شايف انها كويسه عشان الاضاءه مش وحشه، وكمان الشارع ده حلو. الشارع هنا اوسع شويه يا جماعه، في هنا مثلا زي 3 لاين كده، في 4 لاين بالظبط غير ال 2 لاين اللي هم ناحيه الباركينج بتاعتها. في 2 لاين كبار جوه، ادي في 1 2 3 4 غير اللاين اللي هي عند الباركينج نفسها، في 4 لاين بعد بحرات. وهي التقسيمات الحلوه. اه خلينا نقرب كده الناحية التانية شوية عشان نبقى قريبين من ال... عشان ده احنا داخلين فعلا على العمارات خلاص بتاعت البيسري هناك. اه انا شايف ديزاين، انا كنتش اعرف ان هو الكامب ده. اه لا التايب هنا برضه حلو. اه على فكره حتى شكلها مختلف، وبعدين حتى الزراعه اللي حواليها حلوه زي ما انتم شايفين، يعني هم قافلين كتير قوي بالظبط عليها. بس وفي كذا حاجه كذا حاجه كمان مختلفه عندي. اه فدي حاجات لطيفه. والاختلاف في الديزاين ده بيبقى لطيف. آه. كل ما المساحه بتكبر بتلاقي حاجه كده خفيفه حلوه. بص اللي هي دي. اه لطيفه. اه دي ستاند الون برده شكلها حلو. تحس هي ستاند الون، تحس انها صغنطوطه كده. اه بس جميله. مش ممكن تكون دي كمان ستاند الون؟ حسيتها انا بصي حاسس ناسي ما دام عملوا كده اللاين اللي في النص ده، ده كده سامي اتاش. بس كل بس ستاند الون هي لوحدها كده زي ما انت شايفها، فيها سيركل بس في النص وخلاص، ما فيش كذا حاجه. فده بيبينها. انتوا عارفين يا جماعه هتلاقوا ان البدل السيمي اتاج ده بقى في كده فاصل بينهم هما الاثنين، بتبقى باينه قوي. فالستاند الون بيبقى شكلها كلها لوحدها كده، بتبقى كل واحده طبعا سيمي اتاج، بتبقى كل واحده بباب لوحده. حلو قوي لو يعني فاميلي بالظبط. فالدنيا مام اند داد بالظبط، حسب كل واحد وهو حابب ايه. يعني خدوهم كلهم كده في المحل صح، بتبقى حاسس ان جيرانك معاك. بص برضو دي عاليه على فكره. اه بالظبط. هنا بقى يا جماعه في زي ستيب كده عاليه كانه مثلا لطيفه. في زي كده كانه دور. الدنيا مختلفه عن الجزء اللي هنا. بص هنا السلالم اهي على فكره. اه عايز امشي كده اشوف الستيب دي برضه شكلها حلوة. عايزين نعدي هنا برضه يا جماعة زي ما انتم شايفين في ستيب تانية، ستيب تانية على شكل الفيلا مختلفة شوية. هنا اعلى شوية عن التاني، يعني بيبقى في ستيب مختلفة لشكل الفيلا هنا عن التانية. غير ان انت اصلا ممكن لما تدخل جوه حتى في تحس في كده زي دور شويه، فالدنيا مختلفه شويه لطيفه عن اللي هي على طول على الارض نفسها. اه هو عندنا تاني يا جماعه ورجعنا. بصوا يا جماعه تلاقوا جنبي الستاند الون، جنبي على طول السيمي اتاش. ستاند الون ستاند الون ستاند الون سيمي اتاش، بعد كده سيمي اتاش ستاند الون. فهم عاملين تنوع للفيلل بالطريقه لطيفه عشان كل واحد هو عايز ايه ومحتاج ايه يعني. خطوبه صح؟ فدي حاجه لطيفه يعني. خطوبه؟ اه. ففي تنوع هنا كويس. الجو طبعا جميل. بالظبط. هنا برضو مرتفع شويه ولطيفه، بس برضو هنا السيمي اتاتش. فواخده شكل حلو برضو. بفكر اعدي بسرعه اجيبها. دي زي
اللي انا كنت جايبها قبل كده، حابب بس اصورها لكم. دي يا جماعه ستايل اللي هو السيمي اتاجد، في سايز زي ما انتم شايفين، ادي نص هنا ونص هنا بس، وتبقى الدخله بتاعتها من الناحيه الثانيه طبعا عشان الجراوند كده. ولا زالت الستاند لون من هناك متالقه. يلا بينا، مش احنا بنتشقلب شويه ده اخر شيء بس لا كده مش هنشوف حاجه. هز 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 خلاص حبيبي. ولا زالت الاجواء ايوه الاجواء. ندخل من هنا ونطلع هنعدي كده على اوسكار صح؟ اوكي طالعين دلوقتي على العمارات بتاعت البيس 3 اللي هي قدامنا على طول. تمام؟ و احنا مسميين دي الفيلا اللي قدام البي 3 زي الفيلا اللي عندنا اللي هي قدام البي 1 على طول، بس الفيلا اللي قدام بي 1 اللي هي عندنا قديمه شويه، بس الفيلا قدام بي 3 شكلها احلى زي ما انتم شايفين، هي جميله واخده اللون اللي هو السيموني ده. دلوقتي هندخل على الميدان اللي هو عند ستاوس بارك، اللي هو عند جامع اسمه باين عمر بن العاص او عمر الخطاب مش فاكر. عمر بن العاص قصدك؟ عم سوري. بصي جميله برضه البالم اللي هم عاملينها هنا كده، دي البالم اللي هي العاليه دي اللي جوه. يعني هنا عامل البالم، عامل البالم بطريقه حلوه. بس في نفس الوقت في ناس برضو عامله الكالرز، الكالرز دي حلوه قوي. حلوه جدا. الكالرز دي حلوه. الجزء بتاع البالم ده عاجبني بصراحه، انا حابب اصوره شويه. البالمز اللي هي واخده شكلها حلو عشان يعمل برايفسي اكتر للفيلا بتاعته، فدي كانت حاجه جميله. ايه الاخبار يا شادي؟ بموت بس اوكي. فلوج لطيف، هو سريع شويه بس جمعنا فيه الفيلا اللي هي مساحتها حلوه. بصوا يا جماعه حلوه دي يعني مساحه ممكن تتوافق بين 300 400، في 200 وحاجه وكده. اوكي السيمي اتاج ممكن 200 وحاجه، 300 400 الافريج اسعار. طبعا انتوا عارفين احنا اسعار من 20 وانت طالع. تمام. زمان كانت 6 و7 و5 بس الحاجات دي خلاص انتهت. من 20 وحاجة. 20 بجد؟ عشان اللي عند الليكس كلها 60 بجد؟ فهنا 20 وحاجة. فطبعا زي ما انتم عارفين بقى الاسعار الجميلة اللي احنا عايشين فيها، ف 20 دي بقى طبعا رقم متناول الجميع. بهزر طبعا يا جماعة. ونزلت فيلا دي برضه هنا برضه. بصوا يا جماعة هو الفرق بين الستاند الون دي والفيلا اللي هنا ان هي دي مرتفعة شوية. تمام؟ والفيلا اللي هي الناحية اللي هي دي، دي اللي هي لطيفه بالظبط. دي اللي هي واخده جد. انا كان عاجبني التايب ده جدا على فكره، جدا. وانا بس من اكتر التايبات اللي كانت عجباني قوي في الشكل ده وشكلها حلو قوي بصراحه، اللي هي اللي عامله زي افلام الرعب بتاع زمان. ايوه ذا هاوس. ودي برده جميله. احنا كده عند الجامع اللي هو ناحيه البي 3 كده يا جماعه، لو احنا كفرنا كل الاريا بتاعت الفيلل اللي هي ناحيه فيلا على بس اهي كده. دي الفيلل اللي هي في ايه من اول في جي، في جي 2، في جي 2، في جي 4. في جي 2، في جي 3، في جي 4 بالظبط. دول كلهم اللي هم على اليمين. اما عكسين اللي على سوري سوري اللي على الشمال، اللي على اليمين في جي 5، في جي 6 اهو. بص حتى بالظبط كده احنا حتى هنا قايل لك في الساين انت رايح كده السيزون باس بي 3 بي 6 بي 7 تمام، و بي جي 5 كده بي 6 كده برضو، والفي جي 2 لل 3 لفوق هنا. يعني يكون الفيديو ده احنا عارفينه صغير شويه، بس اتمنى يكون يعجبكم. واكيد هعمل لكم حاجه اجيب لكم بس فلوج سريع كده عشان للاسف نزلنا متاخر، الجو الشمس كانت مختفيه فما حاولناش نجيب بقيه الفيلا. في فيلا هنجيبها المره الجايه عند الليكس حلوه قوي دي، كنا هنجيب الليكس مع الجولد فدي لطيفه شويه. فطبعا زي ما انتم شايفين الترافيك اريا هنا عاليه شويه، وده الجامع اللي هو قدام ناحيه البي 3 وبيقفل عند الفيلا كلها اللي هي في الاتجاه اللي هو اللي هناك بالظبط كده. ده من عند مسجد ايه مش فاكر اسمه، عمرو بن العاص او عمرو الخطاب. و ساوز ميد يا جماعه ما تنسوش ساوز ميد
طبعا حاجة شياكة جدا. في بقية التايبس بتاعت الفيلا اللي هي ناحية البي 3. طبعا عشان الإضاءة اللي هو قلت شوية عشان احنا خلينا نمشي كده صح الإضاءة تقل شوية عشان احنا خلاص الساعة 8 إلا إلا 5 لسه في الحاجات دي شكلها شياكه في برضه التايب دي اللي قدام البي 3 على طول يا جماعه وفي الشارع الرئيسي ده الشارع الرئيسي بالظبط لو انت كده داخل من داخل من مدينتي البوابه بتاعت مدينتي على طول بالظبط ورايح بقى ايه على ساوس بارك زي ما انتم شايفين ايه الفلل بالشكل ده بالظبط حاجات شياكه ده جميل قوي بس الفن المزيكا ما دي حلوه بس خلي بالك هي تقصف برضه يعني لا يعني هي دي حلوه بيرو دي حلوه كلب زعلان طبعا سايبينه لوحده عين ولازلنا متجهين في جوله اخرى خلي بالكم هنا بقى يا جماعه الترافيك هنا عالي شويه عالي جدا عشان دي على الشارع على طول بعدين كمان دي على الشارع الرئيسي اللي هي عند البيسلي فتلاقوا الدنيا هنا كذا مش هجيب طبعا اللايف بيسري يا جماعه زي ما انتم شايفينها منتظمه و وجنب بعضيها كده مشكله بس هنا في صوت الموتوسيكلات صعب شويه بس خلونا ناخد راوند سريع بس لطيفه برضو يا شيرين يعني ممكن ندخل نقف كده ونطلع بكده نمشي كده يعني هي جايبه برضو فيوهات حلوه انا شايفها من الحاجات الفيلا شكلها جميل التايب ساعتها حلو قوي انا شايفها يعني هي بس في ناس طبعا يعني اللي على الشارع هو هنا اللي هيزعل قوي عشان دوشه فظيعه بس هي برضو تعتبر كويسه مش وحشه لا بس هي كل مشكله يعني بص يعني يا جماعة أهم حاجة حاولوا تبعدوا عن أماكن فيها ترافيك عالي زي ما أنتم شايفين عاملة إزاي يا بص يا جماعة هنا الدنيا شكلها حلو جدا بس إذا تيجي تبص هنا بص الدنيا زحمة إزاي بس لازم تعرف إن في ناس بتحب تاخد على الشارع في ناس عادي مفيش مشكلة بس برضه يعني ما دام أنت تاخد في مكان لا قصة كلها ما دام أنت أوريدي هتاخدي في مكان المفروض تاخدي في مكان تدفع فيه كتير لازم تركزي على مكان برضه تكون هادي يعني لا ممكن نعمل لها كفر بطريقه معينه طب خلاص مش عارفه ممكن يكون هنا فيه عزل الصوت زي الفل الصوت انا واخد بالي عزل صوتي لا انا اصلا هو سامعني وانا جوه على فكره بس هذه تايبس برضو ستيل احنا كده في الستاند الون ما كانش على بالي بس كنت عايزه اقول حاجه ان احنا لو خلصنا الجزء دوت هنلاقوا ان في جزء او زي ما بنقول كده في طلع من الفلل بتاعت البي 3 بتطلع على السنترال بارك ده هي اللي هي اول ما نيجي نخلص الجزء ده بالظبط كده في جزء لو رحت كده في ضلع اصلا بيطل على السنتر بارك يعني انت بتتكلمي على اللي هي خلاص ناحيه الميدان اللي هو من عند النادي اصلا اوكي يعني مثلا خلينا خلي بالك احنا ماشيين في المربع ده في ضلع منهم بيطل على السنتر بارك من الفلل دي تمام يعني في ضلع كامل بيطل على السنترال بارك الضلع الثاني هتلاقيه طالع على البي 3 الضلع الثالث في جبال كلها اللي هي عند بي جي فيلا 235 اوكي يا جماعه سي يو باي باي باي